خليني أسألك كده الأول عن المجهودات الأخيرة لصفحة أطفال مفقودة على فيسبوك. إيه آخر حاجات بتعملوها؟ والسؤال بسأله لك كل مرة، في إيه جديد على الصفحة دلوقتي من حالات مثلا ممكن تكون وصلت لكم؟ خليني أقولك الأول الجديد. الجديد هو أن احنا ما زلنا بنساعد بالرغم من شوية القصور اللي احنا شايفينه في التعاون اللي بيننا وبين المؤسسات اللي احنا يقينا محتاجينها، لان احنا في الاخر زي ما قلتلك وزي ما اي حد عارف يعني احنا في الاخر صفحة على الفيسبوك، من غير ما يبقى معانا او من غير ما يبقى ورانا المؤسسات اللي دورها انها يبقى عندها الداتا فتساعدنا بيها فاحنا نساعدهم في الوصول للاطفال، ده مفيش هيبقى اللي احنا بنعمله ده 10% ممكن نعمله. ايه كويس بنعمله؟ بنعمل شوية مساعدات لأطفال عيانة، أهالي عندها أطفال فيها مشاكل، بنخلي الأهالي اللي موجودة معانا على البيج اللي عندها زكاة ميل اللي عندها حاجة بشكل مباشر بينهم وبين بعض، احنا مش طرف خالص في أي حاجة مادية عشان ما يبقاش فيه علينا مساءلة قانونية في ان احنا بناخد فلوس، بنعمل ده في العلن، بنقول يا جماعة الحالة دي في المستشفى الفلانية او الدكتور الفلاني هو اللي بيباشرها في مستشفى كذا، تأكد بنفسك، تعامل بنفسك مع الحالة، لو ارتقيت او شفت يعني بنفسك ان الطفل ده انت ينفع تساعد، وفي حالات كتير ساعدناها في الحتة دي. القصص عمالة تكتر، احنا الاول كان عندنا مش عمالة تكتر خطف، لا اختفاء، بيجي لنا اختفاء كل يوم كل يومين عين مختفي. الجديد ان احنا بقى عندنا قصص مأساوية كتير، يعني ابتدينا انا اصلا بقيت مهتم ان اسمع القصص بتاعت الاهالي بشكل اكتر، لان احنا بنتعلم منهم، لان الاول كنا اي اهل يقولوا لنا عندنا عيل مفقود بنتكلم على انه عيل مفقود، دلوقتي بقينا شويه انفستيجيشن تحقيق زياده، بمعنى ايه؟ ممكن يبقى انت ضربه فهو هربان منك، فلما برجعك لاهلك بيبقى عندك مشكله، ممكن يبقى اصحابه مقصرين عليه فاخدوه بره البيت. بنعمل بقى الحته دي، نكلم الاب شويه والام شويه ونكلمهم مره ومرتين وثلاثه في الاسبوع، ايه الاخبار الولد رجع ولا لا؟ طب ما تفتكر كده، يمكن يبقى كان زعلان، يمكن كان مش عارف، دي بتفرق معانا بعد كده في معلوماتنا حتى لما نلاقي الولد، لانك ممكن تلاقي ولد وتقولي له انا هساعدك واديك لبابا وماما يقسبك في هروبه تاني. يعني الاكسبيرينس بتاعتنا من القصص بتزيد يوم بعد يوم. هل كمان